وبعدين لما شفت الولد بدأ يتعب عليه، يعني بدأ زي الزكام، انفلونزا زكام يعني عارف. قال عنده التهابات قوية في الصدر. فقلت له خلاص أنا ممكن أمدده في المستشفى، ما عندي أي مشكلة، أدخله في عناية مركزة. رفض الطبيب والمستشفى الريادة رفضت، قالت لا نقبل أي حالة من هذه الحالات، احنا عندنا ممكن نواجه مرض كورونا. طبيبين رحنا مستشفى الامل نفس الشيء، قالوا رجع المحل لهم طبيبين ما ادري انا هم واقفين عند تدعيني تعالي الدكتورة تعالي اخرجي ضروري. فخرجت ايش في ابوي بيموت دخلوا، قلت له ما عنديش اسره. ابي بيموت يا دكتورة، قل له مش بيدي حاجة كيف اعمل؟ اقول لك ما فيش، يعني حتى دخلتها فين اودي ابوه؟ كان مني ليني ادخله واركب له الاكسجين العادي. مليان ملعب مليان يعني غير طبيعي. انا رغم ان انا غبار هنا ما اعلن اول مره تسوي لي هذه اشوف انا اول مره يعني. انا يقولوا بس مش كذا يعني بحاله بهذه الزره اللي اجت شهر واحد في بو بيجي خمس كان في بو 1500 ميت. صار بدل ما كان كل المرضى يخرجوا على في جنازة أو في كيس بلاستيكي أبيض صاروا لا يخرجوا يمشوا. فيعني إنه كان مثل ما الفرق ما بين النار تنتقلي إلى الجنة بعدين. لما تسمع إنه في جائحة ثانية نخاف كثير، والمواطن اللي هنا يخاف كثير لأنه في ضعف. أو إنسان عزيز عليك تودي المستشفى وتعالجه ومات، ما يكونش ألمك زي الألم هذا، يكون ألمك خفيف. لكن الألم الكبير لما تخرج على إنسان عزيز عليك من المستشفى